سالي، أكيد هلأ بنكون وصلنا لختام أخبارنا الثقافية، لوين رايحين هلأ؟ رح نروح للتفوق بنكهة والإبداع بنكهة سورية مع شيوخ الكار وأخبار الحاضنة الحرفية بدمار، تحضيرات لمعرض دمشق الدولي ومعرض الباسل للإبداع والاختراع، أكيد مع ضيفنا مع شيخ الكار عدنان تمبكجي المسؤول الإعلامي والثقافي لمجلس شيوخ الكار. يسعد لي صباحك. صباح الخير، صباح أهلا، الخير صباح للي عم الخير، يتابعونا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا يا فيك. أهلين. بالبداية خلينا نحكي عن مشاركتكم بمعرض الباسل، ومين المشاركين معكم؟ أنا بحب نوه طبعا لمهرجان الباسل للإبداع والاختراع إنه إحنا شاركنا عن طريق براءة الاختراع اللي حصل عليها زميلنا الأستاذ لؤي شكو. طبعا كل واحد عنده إبداع وجائزة للإبداع أو للاختراع بيقدر انه يشارك تلقائيا بالمعارض اللي هي معرض الباسل باستمرار. فتنا عن طريق هذا الابداع وهذا الاختراع اللي قدمه زميلنا بعدد اسامي لامعه، اسامي عالميه من شيوخ الكار. اذا بتسمحي لي اذكرهم، تفضل. السيد عصام الزيبا رئيس مجلس شيوخ الكار بدمشق، والسيد عبد الكريم الرفاعي، والسيد عبد الحليم حارس كمان شيوخ كار بتشكيل المعادن، وفي عنا السيد فراس سلكا والسيد علي خليفة والسيد بشار حلبي كمان شيوخ كار بالفنون اليدوية لتصنيع الآلات الموسيقية، وفي عنا العالمي الدكتور سمير زازا إبداعاته وصلت لكل دول العالم. تصوري نحن نرفع رأسنا بهيك دكتور، بهيك فنان أكيد. تشكيلي نحات، كل ما بتحمل الكلمة من معاني الفن موجودة بهالإنسان العظيم. والسيد فؤاد عرباش رئيس جمعية الشرقيات بدمشق كمان مشارك معنا، وفي عنا أنا عدنان تنبجي. أهلا وسهلا. والسيد محمد فايز مطيط شيخ كار بفنون الإنارة، وفي عنا هو مبتكر جهاز لكشف الوثائق من التزوير كمان، وفي عنا السيد عبد الرحمن الأبيض بفريقه اللي جايونا من حما بفنون الإبداع بفن النقش والحفر على الحجر يعني، والنحت إبداعات بصراحة كمان وصلت للنجومية العالمية، وفي عنا السيد أحمد عداس مهارات وفنون الموارد البشرية يعني كيف بيستقطب الأطفال وكيف بيعلمون وكيف بيطلعوا من درسه بشكل يعني مبسوطين وبيجبون أنه يدرسوا الموضوع يهيئوا للدرس القادم. تمام. السيد محمد الكجك طبعا بشيخ كار بتنزيل الصدف، كلياتهم هدول الشيوخ كار اسامي لامعه بنوه على انه عندهم جوائز محليه ودوليه. الحين عم نلاحظ، انا فاتني انه اقول لكم بهذا المهرجان كمان انه عم يشاركوا بالابداع بفنون حرفيه بفنون المهارات كمان بابحاث علميه، يعني احنا الحرفي اليوم مو بس بيشتغل بالماكينه او بيشتغل بحرفه يدويه او بالات يدويه عم يشتغلها، كمان في عنا نزل عن نتيجه البحث العلمي انه احنا عنا ابداعات علميه. نعم. وبالتكنولوجيا كله الحمد لله اسامي لامعه ونرفع راسنا فيهم. أكيد. وتحيه لوزاره التجاره وحمايه المستهلك اللي قبلوا مشاركتنا، وان شاء الله يا رب تسمعوا اخبار كثير حلوه وساره بجوائز كمان ان شاء الله. واثقين تماما نحن ما بنقدر نعيش ولا بهنا نعيش اذا بنشارك بمعرض وما بناخذ جوائز في دول. أكيد. ان شاء الله بناخذ يا رب. اكيد، يعني يمكن حققتوا العديد من النجاح واخذنا كثير جوائز، يمكن كنتوا معنا ضمن صباحنا غير لعرض هيدا الجوائز. نتمنى التوفيق لجميع اللي ذكرتهم ولحضرتك على الجهود المبذوله ايضا. واجبنا. كل الشكر لايضا الداعمين لحرفنا العريقه اللي نحن بنفتخر فيها. خلينا ننتقل لعملكم بالحاضنه الحرفيه. الحاضنه امورها بخير، يعني كل يوم في عنا ابداعات جديده. هلا نحن ان شاء الله خلال 15 يوم تقريبا راح يتم افتتاح المركز الثقافي بحاضنة دمار. المركز الثقافي من الباب، من اول ما بفوت الواحد من الاستراحة للباب للقاعة، بتحسي كل زاوية بهي القاعة عم تحكي بالفن التراثي. تمام. وان شاء الله بيكون جناحي كمان اليدوية والتشكيلية والنحاسيات بسقف المعادن كمان، انا راح يكون افتتاحي متزامن. لحنا اتفقنا انه بالمشاورة بالناس المختصين او الجهات المختصة انه ينفتح بالتنسيق مع زميلنا لؤي شكو، انه كل قسم بيجي سيد من الوزراء وبيفتح لنا هذا القسم، لانه الاقسام كثيرة
وربما يتزامن هذا الموضوع لشهرين أو ثلاثة. إذا كل يوم بدنا نفتح قسم من الأقسام ممكن يعود الموضوع شهر بالافتتاح، لأنه ما بيقدر يدور الواحد بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة. خلينا نحكي كيف عم بيكون الإقبال على الحاضنة الحرفية، وكيف الإقبال على التعلم على مختلف الحرف اليدوية عنكم؟ نحن بغاية الاستعداد. تمام. التعليم إن شاء الله إحنا رح نستقبل كثير كثير من الناس، وتسجلت حتى بما فيهم ذوي الأبناء ذوي القدرات العالية، ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء الشهداء، جرحى الحرب، العاطلين عن العمل، سجلوا كثير من الناس بعدة حرف. إحنا بالمرحلة الأولى مستقطبون، منشوف إذا الواحد بده تشجيع لأنه يختار حرفة معينة منشجعه، وبالنهاية منرجع له هو وين ميوله. كثير من الناس نحكي عن الأعمار اللي إجت لعنكم وسجلت متفاوتة. تمام. العنصر النسائي في إقبال كثير عليه، وخاصة بتعليم الخياطة. حلو. والفنون كمان تبع الميك أب، كمان عنا قسم خاص لتعليم الحلاقة والميك أب والفنون اليدوية. تصور اليوم كمان حتى فيما يخص النحاسيات في العنصر النسائي أو الصبايا، اليوم عنا كثير عم يصير عليهم إقبال وعم يجوا إنه يتعلموا، عكس ما كنا بالأول كان الصبية ما تتعلم هيك حرف أبدا وبعيدة عن هذا الجو. اليوم عم يصير عنا العنصر النسائي موجود، من ناشد كل واحد عم يسمعنا عن خلال الشاشة الإخبارية إنه ما يخجل إذا في عنده مثلا إعاقة بإيد أو برجل أو بجزء من جسمه. لحنا منعالج الموضوع، منعطيه في ناس مختصة، منعطيه الشيء اللي بيناسبه وممكن يسمر وبيستفاد، وفيما بعد كمان بيفتح ورشة لحاله نتيجة الأعمال اللي بيعملها أو الكورسات اللي رح يأخذها الأول والثاني والثالث، يعني كذا كورس بده ياخذه، والمجتهد لكل مجتهد النصيب. أكيد في مشاركات من المحافظات السورية ولا حصرة من دمشق؟ يعني نحن هلا عم نلاحظ بالآونة الأخيرة إنه في إقبال كبير على إنه بكل مركز أو بكل محافظة يكون هذا المشروع التنموي. نعم. وإن شاء الله بالأيام القادمة رح تسمعوا إنه بكل محافظة رح يكون حاضنة حرفية خاصة بالمكان أو بالمحافظة اللي هي فيه. كتير هذا المشروع قائم نتيجة البحث العلمي، هو بيهيئنا أو بيساعدنا على إنه يصير في عدة حواضن بكل محافظات، حتى بدمشق ما بيكفي واحدة ولا تنتين ولا ثلاثة، إن شاء الله الأيام القادمة كله رح يكون. يمكن غير إنه في تعليم، في دفع معنوي للي حكيته حضرتك لذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن عندهم طاقة كتير كبيرة. نعم. ويمكن استثمارها عن طريق تعليمهم. براه. عن طريق تدريبهم، عن طريق تأهيلهم، والدافع المعنوي كان كتير مهم لهدول الأشخاص الخلاقين والمبدعين. راحوا عندهم إعاقة؟ لا، ولكن في عندهم دعم. خلينا أيضا نحكي كيف عم يتم التجاوب معكم، كيف عم تتعاملوا معهم في أريحية؟ الإعاقات فكرية ما في، يعني هو اليوم عم تكون مثلا عنده واحد الله خلقه أنه فرضا عنده إصابة بإيده وخلقه أو نتيجة ظروف اللي مرينا فيها، لكن عنده إبداع ربما يتفوق على شيخ الكار اللي عم يعلمه. باحتمال كبير أنه نستفيد من أفكاره. تمام. بس بتعرف في مجال الحرفة لابد ما إنه يمر بخطوات. في قبل هلا عنا تجارب لشيوخ الكار، وخاصة باتحاد دمشق. نعم. يعني احنا باستمرار عنا تجارب للتعليم ما وقف، وانما اجت موضوع الحاضنة نتيجة البحث العلمي، هذا موضوع مطور اكثر، مشروع تنموي، مشروع وطني، مشروع يعني في راحة نفسية، مشروع ثقافي. حتكون اليوم هذا المكان الرائع، وخاصة بمنطقة دمار بتعرفي مصيف، في يعني أكيد. مكان كثير وفيها هالشغل مثل ما عندكم هون هلا ما شاء الله. المخرج المختار موفق بهذا المكان، وهنيك رح ان شاء الله انتم بتكونوا احنا غرنا، يعني مو بس انه هون بتقدموا، هنيك ان شاء الله بتقدموا كمان عنا بهذه الحلقات الحلوه المميزه للاخباريين. اكيد. خلينا نحكي عن مشاركتكم وتحضيراتكم للمشاركه بمعرض دمشق الدولي، وشو المميز هاي السنه عن السنين اللي مضت؟ حلاوة معرض دمشق الدولي 61، نحن 61 يعني رقم، هذا تاريخ عريق لسوريا وتاريخ عريق لدمشق، انه 61 سنة متزامن مع مهرجان الباسل او معرض الباسل. يعني نحن عنا هلا في ما في لعب، في عنا شغل وشغل مضاعف لنسبة وجودنا من خلال هدول المعرضين. هدول معارض عالمية، مو انه معارض يعني مو معارض محلية. في عنا جديد وفي ابتكارات، في ابحاث علميه، وحتى بجناح الحرفيين بكل الاتحادات. احنا بنوجه من خلالكم تحيه لكل واحد حرفي وكل واحد شيخ كار
وللسادة المسؤولين عن موضوع والقيادة المركزية اللي دعمهم المطلق للحرفيين والشيوخ الكار. عنا كتير جديد، كل حرفي عم يقدم منتج جديد، عم يقدم هلأ حرفة جديدة. وفي عنا موضوع الدمج، هذا كتير مهم، موضوع الدمج عم ندمج بين حرفتين أو ثلاثة بعمل حرفي متقن واحد. مثل شو هذا هو المميز هاي السنة، ومثل شو الحرفتين اللي عم تدمجوهم مع بعض؟ كثير من الحرف عم ندمجها. لا، في موضوع حكينا قبل، هلا موضوع الدمج فرضا بين الفسيفساء وبين النحاس ما كان قبل، فينا ندمج الخشب، كان ينزلوا الصدف على الخشب او خيط الذهب او خيط الفضه او القصدير. كمان اليوم عم ننزل له النحاس والكريستال، يعني اليوم نحن بدنا نواكب العصر، الدنيا عم تمشي لقدام، نحن لازم نمشي معها. منركز على موضوع البصمة القديمة تبع الأب والجد أنه تكون موجودة بهاي الحرفة اليدوية. سوريا بيلبق لها والشباب الحرفي بيلبق لهم، وعنا المهارات الكافية اللي هي موجودة، وإن شاء الله وصلنا للعالمية وما منوقف، وباستمرار رح نتابع. أكيد. شو في عندكم مشاركات قادمة من بعد معرض دمشق الدولي؟ لشو مفكرين؟ شو التجهيزات تبعكم؟ كمان عم نجهز على موضوع أبخازيا. موضوع أبخازيا هو في مكان خاص، أو البيت السوري للمنتجات الحرفية السورية بدها تكون بأبخازيا، الدولة الصديقة لاستضافتنا، وعملنا فيها معرض رائع جدا، يجوا كثير من الدول وشاركوا فيه وأثبتنا وجودنا. وبالاتفاق مع الجهات المعنية وافقونا على أنه ناخذ هنيك مكان خاص. من وجه تحية للأستاذ نزار الجبان اللي ساعدنا بهذا الموضوع، وكل المسؤولين الحرفيين والقيادة على أنه وصلنا، والشعب الأبخازي الصديق اللي استضافنا أحلى استضافة. صار في مكان خاص مجمع للعمل الحرفي السوري بشكل دائم، يمكن فرصة لأنه أتاحت للتعرف على الحرف السورية، يمكن عم يتفاجئوا بكمية الإبداع. والله فاجأناهم صدقيني، ما عم نحكي تماماً. من قلبنا عم بحكي تماماً، يعني أنه فاجأناهم بكل الحرف، بكل الحرف شافوا شيء إبداع يعني تماماً. دائماً أستاذ عدنان بتوصل لأي بلد صورة غلط عن طريق الإعلام المضلل، خلينا نحكي، يلي ساهم كتير بأنه يشوه صورة سوريا، سوريا الحضارة وسوريا التاريخ. مثل ما قلت ما بيقدروا، لأنه نحن عنا شيء موثق في واقع، احنا عملنا عايشين مهرجانات عالمية بالأزمة، بقمة الأزمة، ست جوائز دولية ربما أكثر بأثناء الأزمة. يعني احنا عم نعمل بس حي مباشر لأي عمل عم يكون، تصور عم ينحفر عن نحاس قدام المشاهدين، في إقبال جماهير كبير، تنزيل الصدف قدام المشاهدين، يعني جوائز كثيرة وابداعاتنا موجودة، العين عم تشوف قدامهم. يعني جايين احنا من سوريا، سوريا أم الحضارات، سوريا أم الأبجدية، يعني ما في حدا ينكر هذا التاريخ العريق، نحن واجبنا نحافظ عليه ونزيد كمان عليه. صحيح. طيب قديه زادت مسؤوليتكم بهذا المجال بنشر والحفاظ على التراث السوري؟ المسؤولية كبيرة كانت وما زالت، والمسؤولية عم تكبر كل ما زاد الإبداع. يعني كمان اليوم عنا هلا بموضوع الحاضنة، نرجع لموضوع الحاضنة اللي هي شاملة كل المواضيع، في عنا متحف وفي دور المزادات، تصوري هذا المتحف العريق اللي هلا رح يكون بالحاضنة رح يكون توثيق لكل منتج حرفي. يعني اليوم الواحد عم يساوي منتج مشان ما يتسرب يروح للغير، في بده يكون سك ملكية له، توثيق اسم المبتكر، اسم الحرفي، وبيندمج هذا وبينزل بالسجلات، خلص صار حماية وبتدخل بالمزادات العالمية. يعني هذا الموضوع كمان رائع، في حماية صار نحن من أول كان الموضوع ما في حماية، ربما الحرفة تتنسب للغير، وصار بالأزمة حرفة كثيرة تنسبت لغير دول، وهي نحن لسوريا موجودة. صحيح، يعني سمر ما بيقدروا يخفوا الشمس، وخاصة شمس سوريا المضيئة. أي شيء جميل وأي حدا ناجح بيحاولوا يشوهوه ويشوهوا صورته لأهداف معينة، ولكن يمكن الإرادة، وقديش لازم نكون أقوياء بوجه أي شيء، أي موقف، حتى الإنسان بحياته بيتعرض لمواقف، قديه لازم يكون قوي ويكب ورا ظهره، مثل ما نحن كبينا كل شيء سيء ورا ظهرنا ورجينا للعالم قديش عنا شيء حلو، قديش نحن فينا نبدع، قديه عنا شباب قادر على الإبداع رغم جميع الظروف اللي مر فيها. كلام رائع، ما خليتيني شيء. ما شاء الله عليكي، فعلا شيء حلو، واجبنا نحافظ، واجبنا نعطي،
واجبنا يكون في استمرارية. أكبر دليل على مشاركاتنا في استقطاب إحنا، ورغم الأزمة عم يجينا دعوات من معظم دول العالم على أنه السوريين ما بيحضروا المهرجان أو المعرض أو شو ما بدك تقولي عنه بيكون شوي ضعيف، ولحنا كل ما حضرنا في تعرفي بكل مهرجان بكل معرض بيكون تبادل للثقافات، لحنا كمان منكتسب يعني منكتسب لحنا منهم ومنشوف لحنا ممكن حرفة ما تكون عنا ربما نطورها، بس عم يكون عنا المنظار تبع أي حرفي وشيخ كاروت عم يروح لأنه يشوف حرفي. نعم. فيما بعد أكيد. عم تكون شوي عادية، ما منا مغرورين بحالنا أبدا، الغرور بيقتل، وأنا عم نشوف الشغلة كتير عادية، بس الفكرة أحيانا ما بتكون عنا، ناخدها ومنطورها ومندمجها بأعمالنا. أكيد نحن منفتخر فيكم دائما، أنتم مبدعين ونتمنى لكم التوفيق. الله يبارك فيك وشكرا لكم، كل الشكر، يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. كل الشكر لك ونتمنى لكم.